لكن الكابتن الخطيب كمان استعرض ميزانية النادي، لأنه في الأول وفي الآخر بنتكلم على الفلوس. نشوف بالنسبة لميزانية النادي الأهلي برضو مع حضراتكم كده، نشوف ميزانية الأهلي من سنة 2000 من سنة 2014 قدام سيادتكم، كانت 331، بقت 572، بقت 818. 2017 دي 6 شهور بس كانت 829، ثم 2018 1,294,000,000، ثم 2019 2,066,000,000، 2020 2,277,000,000، 2021 2,539,000,000 جنيه. ده قيمة النادي الأهلي اللي احنا فيه النهاردة دوت، هو ده قيمة النادي الأهلي. اللي يشوف هذه الأرقام ويشوف التطور يجد أن المعيار الزيادة في تقدم تقريبا بحوالي 250 مليون جنيه كل سنة، لأن اللي بيفكر في الملف الاقتصادي بتاع النادي الأهلي وتمويل النادي الأهلي دايما بيحط روافد جديدة تجيب فلوس. أيوه، زي المجموعة الاقتصادية، الحزمة الاقتصادية اللي اتعملت دي قفزت بفرص الاقتصاد. ده هدف من اهداف بيبو. يعني دي لوحدها خلي بالك اضافه. وجود الشركات دي هيقفز بهذه الارقام، هيعظمها. خلي بالك باذن الله، يعني ان شاء الله تحقق المأمول منها باذن الله. شايفين انتوا الرسم البياني لتطور ميزانيه الكلام ده يا استاذ ابراهيم، وانت محروم من الحضور الجماهيري في كره القدم، اللي مجرد يعني السماح به كان بيحطك في حتت ابعد شويه كمان من كده. فاللي انت بتعمله انك بتدور على البدايل، مش هتستنى تشتكي انا محروم كل سنه مش عارف من كام مليون عشان ما عنديش فرص ان انا اسوق. انت عارف الاستاد ده يوم ما هتعمله هتبتدي تفكر زي اوروبا في السيزون تيكت او البطاقات الموسميه. انت ليه مش عارف تعمل بطاقات موسميه؟ لان ما عندكش ملعب، انت مش عارف سعة المقصورة اللي هتبيعها كام، مش عارف رقم الكرسي اللي هتبيعه فين. كل مرة ملعب غير التاني. فانت لما هيبقى عندك الاستاد بتاعك، الخطة بيبقى فيهم مقصورات للبيزنس مان او رجال الاعمال، بيختار انه ياخد زي مكتب، له مكتب يشتغل منه طول السنة، وبعدين يلف الكرسي يلاقي نفسه بيتفرج على ماتش، فيعزم اصحابه ويشتغلوا لحد ميعاد الصفارة ويرجعوا يكملوا اجتماعهم ويتفرجوا على المباراة. دي بتعمل مئات الملايين الحاجات دي. مناطق بره في ناس بتخش 55,000. طب في عندك عدد اكبر عايز يشوف ويحس بالاهات وانه اكنه موجود في الاستاد، بتتعمل مناطق بره ملحقه بالاستاد وقريبه منه، تبقى سامع صوت المباراه وانت بتعيشها على الشاشات من كافيتريات او اماكن مخصصه. افكار كثيره جدا ناهيك عن المتحف وطريقه تسويقه وازاي ان يتحول انك انت تتويحه كثقافه امام الشعب، يشوفوا النادي الاهلي ده اتعامل ازاي. وعندنا الحجرات المكدسه للتروفيز، الجوائز اللي مش راقيه فرصه انها تتعرض، يعني مخازن ضخمه جدا مليئه بهذا الامر.